انضم إلينا سفير مسعود معلوف، سفير سابق والخبير في الشؤون الأمريكية من واشنطن. أهلا بك سيد مسعود. لنبدأ مع زيارة بلينكن المقررة اليوم الجمعة إلى إسرائيل ومشاركته في اجتماع كابينة الحرب. أبرز ما قاله بعد زيارته إلى القاهرة بأن عملية رفح ستكون خطأ كبيرا وهي غير ضرورية. هل سينقل هذا الانطباع إلى اجتماع الكابينة الذي سيشارك فيه؟ أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. نعم، هذه هي الغاية الأساسية برأيي من زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، إذ تطور الموقف الأمريكي في الماضي القريب. منذ أيام قليلة كنا نسمع أن الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بعدم القيام بأي عملية في رفح إذا لم تقدم خطة مدروسة قابلة للتنفيذ وذات مصداقية لحماية المدنيين. الآن تقول الولايات المتحدة بلسان وزير خارجيتها أنها لا تؤيد القيام بعملية في رفح. هذا تطور مهم. كذلك هو هذا التطور يأتي بموازاة ما يحصل في مجلس الأمن من تقديم مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار. كلمة وقف إطلاق النار أصبحت تستعمل الآن بسهولة في الولايات المتحدة بعد أن كنت أتحدث معك منذ حوالي 3 أيام سيد مسعود، وقلت لي بأن هذا القرار ليس له أهمية. كونه يطالب بوقف إطلاق نار ليس دائما. هل الآن تغير الموقف الأمريكي وأصبح وقف إطلاق النار دائم ومستدام؟ لم تقل بعد الولايات المتحدة أنها تطالب بوقف إطلاق نار دائم، ولكنها لم تقل أيضا بأنها تطالب بوقف إطلاق نار مؤقت كما كانت تقول دائما في السابق، ولكنها تطالب بوقف إطلاق نار سريع أو حتى فوري. وهذا تطور هام جدا. ربما بنتيجة المفاوضات فسيتم التوافق إما على وقف إطلاق نار فوري ودائم أو مؤقت، ولكن الآن الولايات المتحدة لم تعد تستعمل كلمة مؤقت، مع أنها لم تستعمل أيضا كلمة دائم، ولكن كلمة وقف إطلاق نار دخل الآن في القاموس الأمريكي الحديث، بينما في السابق كان يحكى عن توقف في القتال pause، يعني أو أوقف القتال لمرحلة قصيرة. هذا تطور هام جدا، والآن وكأن هنالك إجماع عالمي حول ضرورة عدم القيام بعملية في رفح، تسهيل إدخال المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من جميع دول العالم. سمعنا الاتحاد الأوروبي، قرارات الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة أيضا تطالب بذلك، الدول العربية طبعا دون أي تردد هذا ما تريده. والآن نسمع أكثر وأكثر كلام عن حل الدولتين، عن إقامة دولة فلسطينية. يتحرك الوزير بلينكن في هذا الموضوع ويذكر هذا الأمر بكثرة الآن، ولكن يبقى على الولايات المتحدة أن تقوم بخطوة عملية في هذا الاتجاه. أتحدث معك وأستفسر منك أكثر حول موقف الاتحاد الأوروبي مما يجري في غزة، فيما يتعلق بمشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، ما هي حظوظ تمريره؟ هل يمكن أن يصطدم بفيتو ربما روسي أو صيني؟ كل شيء ممكن. ربما الفيتو الصيني في حال حصل أو الفيتو الروسي في حال حصل، لا أعتقد أنه بسبب مضمون القرار، لأن مضمون هذا القرار يدعو إلى وقف إطلاق النار فوريا، إدخال المساعدات مقابل إطلاق الرهائن. قد يكون في حال حصل ذلك، ولست متأكدا إن كان سيحصل أم لا، لمواجهة الولايات المتحدة، لأن نعرف الخلفية في العلاقات بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا. بما أن الولايات المتحدة في الماضي رفضت مشاريع القرارات التي قدمت 3 مرات واستعملت حق النقد، لا أعرف إذا كانت الآن روسيا أو الصين تود أيا منهما الانتقام إلى حد ما من الولايات المتحدة وعدم السماح بإمرار قرار يحمل توقيع الولايات المتحدة. لا، لست متأكدا من ذلك، ولكن
مضمون القرار أنا أعتقد أنه ينبغي أن يكون مقبولا لدى نعم، الجميع. هل ترى تحولا في المواقف الأوروبية، في المواقف الألمانية البريطانية والفرنسية، خصوصا أنهم داعمون أساسيون عسكريا لإسرائيل، قاموا بتمويلها منذ بدء الحرب بكميات هائلة من الأسلحة؟ نعم، حوالي 30% من الأسلحة الإسرائيلية تأتي من أوروبا. الآن لم توقف أوروبا تقديم الأسلحة أو بيع الأسلحة أو إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، ولكن موقفها من موضوع رفح، اجتياح رفح، وموقفها من إدخال المساعدات الإنسانية تطور كثيرا، إذ كان في البداية هنالك مثلها مثل الولايات المتحدة كان لها موقف مؤيد بصورة مطلقة لإسرائيل. الآن نسمع انتقادات إلى حد ما قوية لسياسة إسرائيل الهمجية الوحشية ضد النساء والأطفال في قطاع غزة. هذا تطور هام جدا، وأنا أعتقد أن إسرائيل الآن موجودة في حالة من العزلة، وإن لم يكن حتى الآن تتوقف المساعدات والأسلحة بالدخول إليها، ولكن إذا استمر هذا التطور كما بدأ منذ أشهر قليلة، منذ 3 أشهر، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا دولة بعد أخرى تأخذ مواقف غير مؤيدة كما كانت في السابق لإسرائيل، ربما سنصل في مستقبل قريب إلى إيقاف الأسلحة. رأينا كيف أن كندا اتخذت قرارا، البرلمان صوت ووزيرة الخارجية أيضا قررت بعدم إرسال أسلحة، بيع أسلحة إلى إسرائيل. هذا حصل أمس، مع أن كندا لا تبيع كميات نعم، كبيرة لإسرائيل، لا تتجاوز هي أقل 15 مليون المصدرين دولار. للأسلحة إلى نعم إسرائيل. بالعودة إلى عملية رفح، الإدارة الأمريكية سبق وأن طرحت بدائل لهذه العملية. هل ستطرح هذه البدائل في كابينة الحرب اليوم الجمعة؟ هل سيطرحها بلينكين؟ أنا أعتقد أنه سيحاول بجميع الطرق، إقناع إسرائيل بعدم القيام بعملية رفح أقلا قبل نهاية شهر رمضان. الولايات المتحدة ستتضرر كثيرا، سواء في الداخل انتخابيا لإدارة بايدن أو خارجيا مع الدول الحليفة والصديقة الإسلامية لها. لذلك الولايات المتحدة مصرة كثيرا على عدم تمكين إسرائيل أو عدم السماح لإسرائيل أو إيقاف إسرائيل، عرقلة إسرائيل من اجتياح رفح لسببين. الأول كما قلت بالنسبة إلى شهر رمضان المبارك وما يجر قد يجر ذلك من أخطار ومن عواقب على الولايات المتحدة مع حلفائها، والسبب الآخر هو ربما الرهائن الأمريكيين الستة الموجودين لدى حماس والذين ربما قد تتعرض حياتهم للخطر. الولايات المتحدة مصرة على عدم أن يكون هنالك في الوقت الحاضر أقلا خلال شهر رمضان أي عملية في رفح. باختصار، ماذا لو فشل بلينكين بإقناع كابينة الحرب بعدم اجتياح رفح أو بالقبول بوقف إطلاق نار؟ ربما عندئذ قد تتخذ الإدارة الأمريكية مواقف أخرى. نعرف جيدا كيف أن إدارة الرئيس بايدن الآن تتعرض لكثير من الانتقادات من قبل الحزب الجمهوري، وقد سمعنا أمس بأن رئيس مجلس النواب الذي هو جمهوري، رئيس مجلس النواب التابع للكونغرس، ينوي، لقد لم يقم بعد بذلك، ولكنه ينوي دعوة نتنياهو للقيام بزيارة إلى الولايات المتحدة والتحدث إلى الكونغرس. هذا أمر خطير جدا، إذ سبق وحصل ذلك عام 2015 في شهر شباط فبراير 2015 عندما كانت الولايات المتحدة برئاسة أوباما ونائبه كان آنذاك الرئيس الحالي بايدن. جاء نتنياهو بدعوة من الكونغرس وتحدث بقوة ضد الاتفاقية النووية، صحيح. ولم يستقبله في البيت الأبيض لا بايدن ولا الرئيس أوباما. من المحتمل جدا أن تتكرر مثل هذه الصورة في الأيام القليلة القادمة، إذ أن نتنياهو والموضوع الإسرائيلي قد أصبح أساسيا الآن
في الحملة الانتخابية الرئاسية. هذا أمر خطير جدا بالنسبة إلى الانتخابات، خاصة إذا ما ربطناه بما قاله الرئيس ترامب أمس وأول أمس بأن كل يهودي أمريكي يصوت للديمقراطيين، هذا يعني أنه لا يحب إسرائيل ولا يحب دينه اليهودي. هذا أمر أدخل الدين اليهودي في صلب صحيح. العملية الانتخابية، هذا أمر خطير جدا. جزيل نعم الشكر السفير مسعود معلوف، السفير السابق والخبير في الشؤون الأمريكية من واشنطن، شكرا. شكرا لك.